السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل الامتحان التجريبي 2021. السؤال بيقول: الشكل يوضح دائرة RLC موصلة بتيار متردد قوته الدفع الكهربية 200 فولت والتردد 50 هرتز، مستعينا بالبيانات المدونة على الشكل، تكون المعوقة الكلية للدائرة كام؟ طبعا أنا عشان أجيب الزد بتساوي الجذر التربيعي لR تربيع زائد XL ناقص XC لكل تربيع. طيب هل أنا معايا الR؟ معانا الار قيمتها ب30. طب انا معايا الاكس ال؟ لا. طيب معايا الاكس سي؟ لا. يبقى احنا نجيبهم. الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، ادي الاثنين، والباي ب22 على 7، والاف ب50، والال عندي ب7 على 22، هتطلع الاكس ال ب100 اوم. طيب والاكس سي عبارة عن 1 على 2 باي اف سي، يعني 1 على 2 في 22 على 7 في 50، وعندنا سعة المكثف 5 × 10^10 أس-5، تطلع قيمتها الإكس سي ب60 أوم. نعوض بقى في القانون إن الزد هيساوي الجذر التربيعي أر تربيع، اللي هي 30 تربيع، زائد 100 ناقص 60 الكل تربيع، هيطلع الناتج 50 أوم. ندور في الاختيارات، هنلاقي اختيار رقم 52 أوم. السؤال اللي بعده: في الدائرة التي أمامك عند غلق المفتاح كي، أي صف يعبر عن قراءة أجهزة الفولتميتر V1 وV2 وV3 بصورة صحيحة؟ ومديني اختيارات. طيب ماشي، تعالوا كده نشوف فين الفولتميتر 1، فين الفولتميتر 2، وفين الفولتميتر 3. لو احنا عايز القراءات دي بعد ما نقفل المفتاح، لو احنا قفلنا المفتاح كي، ساعتها هيبقى المقاومة 2 أوم والمقاومة 2 أوم هيختفوا من الدايرة، منطقة التوازي دي هتختفي من الدايرة. ليه؟ لأن ساعتها المقاومتين دول هيبقوا متوصلين على التوازي مع سلك فاضي، فهيمر التيار في السلك الفاضي ومش هيمر في المقاومات دي. يبقى أول حاجة قراءة V1 هتبقى قيمتها بصفر، لأن V1 عبارة عن I في R، والR هنا هتبقى ملغية، تبقى الار بصفر. طيب لما تختفي منطقة المقاومات دي من الدايرة، ايه اللي هيحصل للتيار؟ التيار هيزداد. لما التيار يزداد ونيجي نجيب قراءة V2 بقى، هتبقى V2 عبارة عن الاي في الاتنين ار، ودي كده علاقة طردية بين شدة التيار وفرق الجهد V2، وبالتالي احنا اتفقنا ان التيار هيزداد نتيجة ان المقاومات قلت، وده هيخلي V2 تزداد. يبقى V1 هتنعدم، هتبقى بصفر، و V2 هتزداد. طيب V3، V3 متوصلة بين قطبي البطارية والمقاومة، البطارية دي هتمنحنا الفولتات، والR دي مستهلكة للفولتات، يعني الفي في المنطقة دي عبارة عن V باتري ناقص IR. طيب ماشي، بس دي كده علاقة تناقضية بين الفي والاي. ليه قلت عليها علاقة تناقضية؟ ليه؟ لأن احنا عندنا الفي باتري ثابتة، الفي باتري ثابتة، يبقى في علاقة تناقضية بين الفي والاي. احنا اتفقنا ان التيار هيزداد، يبقى الفي 3 هتقل، يبقى في 3 هتقل. ندور على الاختيار اللي بيقول الكلام ده، هنلاقي الاختيار الأول في 1 هتصبح بصفر، وفي 2 هتزداد، وفي 3 هتقل. السؤال اللي بعده: الشكل يوضح دائرتين للتيار المتردد، إحداهما تحتوي على مقاومة أومية R، والدائرة الأخرى على ملف حاس عديم المقاومة الأومية L. فإذا افترضت أن جهد المصدرين لهم نفس الطور، فإن فرق الطور بين التيارين IL وIR يمثل بالشكل هو. إحنا متعودين أن يكون عندنا دائرة توالي فيها المقاومة وفيها الملف وفيها مصدر للتيار المتردد. فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ده متجه التيار. ليه كنا بنبدأ بالتيار؟ عشان دي دايرة التوالي، والتيار اللي فيها واحد، التيار اللي هيمر على الملف هو التيار اللي هيمر على المقاومة. وكنا بنيجي نقول بقى نقارن الفي بالنسبة للتيار، يعني نقول فين الفي عبر المقاومة، الفي عبر المقاومة بتتفق مع التيار في الطور، فكنا بنكتب الفي ار هنا. وفين الفي الخاصة بالملف عبر الملف، كنا بنقول ان في ال
بتسبق التيار بربع دورة وبنجيب الايه المحصلة. هنا الامر اختلف، هنا الامر اصبح معايا دايرة فيها مقاومة لوحدها ودايرة فيها ملف لوحده، وبالتالي مش من حقي ان انا اقول ان التيار هنا هو التيار هنا. يعني مش هقدر احسب ان ده متجه التيار واقيس بناء عليه متجه فرق الجهد هنا وهنا. امال ايه؟ هنا ادام دول فصلهم في دايرتين مختلفتين اعتمد على المعلومة اللي قالها ان هما ليهم نفس الطور، يعني جهد المصدرين ليهم نفس الطول، وبالتالي اللي هيتفقوا فيه فرق الجهد. فلو قلت ده كده فرق الجهد، تعالوا بقى نشوف التيار عبر المقاومة. التيار عبر المقاومة بيتفق مع فرق الجهد في الطول، فيبقى دي الاي ار. وفين التيار عبر الملف؟ التيار على فكرة الملف بتنشأ فيه ام اف عكسية هتعاكس نمو التيار، وبالتالي التيار هيتأخر، هيتأخر عن فرق الجهد بربع دورة، هيبقى ده الاي ال. فهمت ايه؟ فهمت ان الاي ار تتقدم عن الاي ال بربع دورة. طيب فين الرسمة اللي هتقول كده؟ هنا بيقول لي ان الاتنين متفقان في الطور، طبعا لا. امال الرسمة ان هي هختار رقم ايه؟ ليه؟ لانه بيقول لي هنا الاي ار تتقدم عن الاي ال بربع دورة، يبقى هو ده الاختيار الصحيح. ملف دائري مساحة مقطعه 10 سنتيمتر مربع، يبقى انا هقول مساحة المقطع 10 × 10 سالب 4 عشان احوله سنتيمتر مربع لمتر مربع. مكون من عدد 30 لف، يبقى عدد اللفات ب30 لف. يمر به تيار شدته 2 امبير، الاي بتساوي 2، موضوع في مجال مغناطيسي كثافته البي ب3/10 تسلا. ماشي، إذا علمت أن اتجاه عزم ثنائي القطب يصنع زاوية 30 مع اتجاه المجال فإن عزم الازدواج، عايز التاو. التاو بتساوي بيان سين سيتا. المسألة دي مباشرة، بس المهم إن احنا نعرف مين هي سيتا. سيتا دي الزاوية غير مباشرة، سيتا اللي في التاو زاوية غير مباشرة. إيه هي مسميات الزاوية سيتا؟ الزاوية سيتا الزاوية بين الملف والعمودي على المجال، أو بين العمودي على الملف والمجال، أو بين عزم ثنائي القطب والمجال. يبقى الزاوية اللي بعوض بها هنا دي مسميات الزاوية بين الملف، بس ما تقوليش الملف والمجال، لا افصل بين الملف والعمودي على المجال، أو مش تقول الملف بقى، تقول العمودي على الملف والمجال، او عزم ثنائي القطب والمجال. هنا الزاويه 30 هستخدمها ولا لا؟ طب هو نده على الزاويه دي ازاي؟ قال انها بين اتجاه عزم ثنائي القطب والمجال مع اتجاه المجال، يبقى الزاويه دي هستخدمها. يبقى انا هعوض كده تعويض مباشر، البي ب3/10 والاي ب2 والمساحه ب10 × 10 سالب 4 والان ب30 في ساين نص بنص، في ساين 30 بنص، ساين 30 بنص، هتطلع التاو قيمتها 9/10 أس سالب 3 نيوتن في متر. وخلي بالكم ما ينفعش نقول على التاو بوحدة الجول، لا لازم نقول نيوتن في متر. طيب نتبص كده على الإجابات، هنلاقي الإجابة الأخيرة 9/10 أس سالب 3. دينامو تيار متردد عدد لفات ملفه 100 لف، يبقى الـ N بتساوي 100، ومساحة المقطع ايه بتساوي 250، بس هضرب في 10 سالب 4 عشان احول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. يدور داخل فيض كثافته 200 ملي تسلا، يبقى البي 200 ملي، يعني اضرب في 10 سالب 3 عشان احولها لتسلا. بدأ من الوضع العمودي على الفيض بحيث يصل للجهد لقيمته العظمى 100 مرة في الثانية. طيب ده كده عدد مرات الوصول للقيمة العظمى، ابتداء طبعا من الوضع العمودي، عدد مرات الوصول 100 مرة في الثانية. هنقول ان عدد مرات الوصول للقيمة العظمى بتساوي 2F. الاتنين F دول كام مرة؟ 100 مرة. ماشي، هيبقى الF بتساوي 100 على 2 بتساوي 50 هرتز. يبقى احنا كده استخدمنا معلومة عشان نجيب منها التردد، ان احنا عرفنا عدد الوصول الى القيمة العظمى 100، وعدد مرات الوصول للقيمة العظمى يعني 2F بتساوي 100، ومنها جبنا التردد.
عايز القيمة الفعالة المتولدة، وده دينامو. هنقول الـ EMF effect الفعالة عبارة عن اب 2 باي اف في 707 من 1000. 707 دي جت منين؟ لأن الإفكت بتحدث عند الزاوية 45، وساين 45 ممكن أعبر عنها ب707 من 1000 أو 1/2. تعالوا نعوض عن الـ A، هقول 250 في 10^4. طيب والـ B بتساوي 200 في 10^3، والـ N عدد اللفات بمية لفة، وآدي الـ 2 والـ باي ب22/7، والـ F عندنا ب50 في 707 من 1000. هيطلع الناتج 111.1. مسألة تعويض مباشر عادية جدا. يبقى هدور على الاختيارات، هلاقي الاختيار رقم 2 111.1 فولت. المسألة اللي بعدها، جرس كهربي قدرته 1 واط. يبقى الجرس ده جهاز لما بنستخدمه مع المحول الكهربي، لأن هو ده مسألة محول، الجهاز بيتوصل عند الملف الثانوي. يبقى احنا كده عندنا الباور عند الثانوي ب1 واط. عند مرور تيار كهربي شدته 0.5 امبير خلاله، يعني التيار اللي بيمر في الملف الثانوي ب0.5 امبير. تمام. طيب قبل ما اكمل المسألة، انا معايا الباور اس والاي اس، اقدر اجيب الفي اس. الفي اس بتساوي باور اس على اي اس، يعني بتساوي 1/2، يعني 2 فولت. يبقى انا جبت الفي عند الملف الثانوي 2 فولت. اتصل محول كهربي كفاءته 95%، الكفاءة 95/100. تمام. عدد لفات الملف الثانوي 1/100 من عدد لفات الملف الابتدائي، ان اس 1/100 من ان بي. تمام. فان فرق جهد المصدر المتصل بالملف الابتدائي يساوي ايه؟ عايز الفي برايمري، عايز الفي عند الملف الابتدائي. طيب انا هحل المسألة دي ازاي؟ بستخدم قانون الكفاءة، الايتا بتساوي في اس على في بي في ان بي على ان اس في 100. طيب ماشي، هعوض كده الكفاءة بكام؟ ب95/100. ادام كتبت 100 هنا، يبقى 100 دي ما اكتبهاش تاني. ماشي، الفي اس جبناها ب2، والان بي معرفهاش، والفي بي عندي الملف الفي بي هو طالبها عند الملف الابتدائي، في الان اس، الان اس ب1/100 من الان بي. طبعا مقام المقام بسط، يبقى 100 تطلع فوق، والان بي تطور مع الان بي، يبقى عندي مجهول 1 الفي عند الملف الابتدائي. احسبها هتطلع حوالي 210.53 فولت. ادور في الاختيارات، الاقي الاختيار 210.53، الاختيار الثالث هو ده الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده، عمود كهربي مجهول القوة الدافعة الكهربية اتصل بمقاومة R1، فكان شدة التيار المار بها 0.5 امبير، وعند استبدال المقاومة R1 بمقاومة R2 أصبحت شدة التيار المار به 0.3 امبير، فإن القوة الدافعة الكهربية للعمود كام؟ عايز الفي باتري. رسمنا الدايرتين اهم، وبعدين هنبص كده هنقول إن البطارية دي لها مقاومة داخلية. ليه؟ علشان المفروض إن البطارية دي واحدة، مرة وصلتها بالمقاومة 5 ومرة وصلتها بالمقاومة 9، فالمفروض إن الفي باتري ثابتة. فلو ضربت I في R، يعني النص في 5 يطلع ب2.5 فولت. طب لو ضربت 3/10 في 9 الاي في الار، 3/10 في 9 2.7. الله، الفي باتري مش زي الفي باتري. ليه؟ يبقى في مقاومه داخليه. طيب هبدا احل ازاي؟ همسك الدائره الاولى دي وابدا اطبق قانون قوه الدائره المغلقه، يعني هقول ان الفي باتري بتساوي اي، الفي باتري بتساوي الاي في الار الخارجيه زائد الار الداخليه. يبقى الفي باتري هتساوي الاي نص في المقاومه الخارجيه اللي هي 5 زائد ار الداخلي. طيب اوزع النص، يعني الفي باتري هتساوي نص في 5 ب2.5 زائد 5 ار، كده اصبحت معادله اولى. ماشي، واجي هنا اكون معادله برضو من قانون قوه الدائره المغلقه،
هقول عندي الفي باتري برضو بيساوي اي في ار زائد ار. نعوض الفي باتري بتساوي التيار اللي هنا 3 من 10 في الار اللي هنا 9 زائد الار الداخلية اللي هي مجهولة. هوزع التلاتة يبقى الفي باتري بتساوي 3 من 10 في 9 ب2.7 زائد 3 من 10 ار. ادي المعادلة التانية. هساوي المعادلة دي والمعادلة دي ليه؟ لأن الفي باتري هنا هي الفي باتري اللي هنا. ماشي، لما هنساويهم بعض يبقى 2.5 زائد 0.5 ار المفروض بيساوي 2.7 زائد 3 من 10 ار. طيب هودي 3 من 10 الناحية دي يبقى 0.5 ناقص 3 من 10 يبقى 2 من 10 ار، وهودي 2.5 الناحية دي يبقى 2.7 شيل منهم 2.5 يبقى برضو 2 من 10، يبقى الار بيساوي 2 من 10 على 2 من 10 يعني 1 اوم. بس هو مش عايز الار، هو عايز قيمة الفي باتري. اجي في معادلة من المعادلات دي اعوض كده عن الار بواحد، 1.9 10، 10 في 3 من 10 ب3 فولت، يبقى الاجابة هتبقى 3 فولت، الاختيار رقم 3، 3 فولت. السؤال اللي بعده، دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد القيمة العظمى للجهد. يبقى هنا مديني الاي ام اف ماكس قيمتها كام؟ 250 فولت. وملف حاس مهمل المقاومة الأمية وأميتر حراري مقاومته المقاومة اللي في الدايرة حوالي 12 أوم متصلة معنا على التوالي. فإذا كانت قراءة الأميتر التيار، وخلي بالكوا إن الأميتر بيقرا تيار الإفكت، يبقى الأي إفكت بكام؟ ب10 أمبير. فإن قيمة المفاعل الحسية كام؟ عايز الإكس إل. طيب ماشي، إحنا دلوقتي عندنا الإي إم إف ماكس وعندنا الأي إفكت. طيب ماشي، ممكن أنا أجيب بيهم إيه بقى؟ ممكن أجيب الزد، الزد بس الزد بتساوي الإي إم إف إفكت على الأي إفكت، يبقى الزد بتساوي الفي على الأي بس الفي إفكت على الأي إفكت. طيب الإي إم إف إفكت اللي هي 250 على جذر 2 جت منين؟ ما أنا حولت الماكس الإفكت، فالإي إم إف إفكت بتساوي الإي إم إف ماكس على جذر 2. ماشي، ومين في المقام؟ أي إفكت اللي هي قيمتها 10، الصفر ده هيصير مع الصفر ده يبقى 25 على جذر 2. يبقى إحنا جبنا مين؟ الزد. إحنا عارفين إن القانون بيقول الزد بيساوي الجذر التربيعي لآر تربيع زائد إكس إل تربيع. لما يكون طالب حد من تحت الجذر فانا هعمل ايه بقى؟ هكتبه بالصورة دي مع الفارق، ان انا هحول الزائد دي لسالب، بمعنى ان الاكس ال المطلوبة نكتبها بره. خلي بالكوا اللي بيتكتب بره مش بيبقى عليه تربيع، ويبقى الجذر التربيعي نبدأ بالكبير اللي هو الزد بس تبقى بالتربيع، والاشارة الزائد دي نقلبها سالب، وهنا كتبنا الزد تربيع وكتبنا الاكس ال بفضل مين؟ الار، يبقى ناقص الار تربيع. تعالوا نعوض بقى، الزد احنا جبناها 25 على جذر 2 بس الكل تربيع لانه هنا بيقول زد تربيع، ناقص الار اللي هي قيمتها 12 الكل تربيع. تطلع معايا قيمة الاكس ال بتساوي 12.98 اوم. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار الثاني 12.98 اوم. المسألة اللي بعدها، جالفانومتر حساس مقاومة ملفه 15 اوم تم توصيله بمجزئ التيار مختلف عدة مرات لتحويله إلى أميتر ذو مدى مختلف في كل مرة، أي شكل من الأشكال التالية يمثل الأميتر الذي له أكبر مدى قياس؟ يعني إيه أكبر مدى؟ يعني يقيس تيارات كبيرة. طب هو يتمكن إزاي يقيس تيارات كبيرة لما تكون مقاومته صغيرة؟ كل ما صغرت المقاومة كل ما ده وصله لأكبر مدى. طيب تعالوا كده نشوف مين المقاومة القليلة في كل شكل من الأشكال دي. 5 و5 على التوازي تخلصهم 2.5. طيب و5 على التلاتة، 5 على التلاتة تقريبا فيها 1.6، وهنا كام؟ 5، وهنا كام؟ 2. أصغر واحدة فيهم مين؟ الشكل 2، علشان ده هيديني أقل مقاومة ممكنة. طيب نشوف السؤال اللي بعده، مكثف سعته الكهربية 10 مايكروفاراد السي بتساوي 10 في 10 أس سالب 6
ضربت في سالب 6 ليه؟ عشان احول من مايكرو فراد لفراد. تم توصيل مولد ذبذبات 1000 هرتز. يبقى احنا عندنا التردد الاف بتساوي 1000 هرتز له قوة دفع كهربية عظمى. خلي بالكو كده معايا الفي ماكس 5 فولت، فتكون اقصى قيمة للتيار الكهربي في دائرة المكثف. عايز كمان الاي ماكس، يبقى الاي ماكس بتساوي الفي ماكس على الاكس سي. طيب انا بقى ما عنديش الاكس سي، اجيب الاكس سي الاول. اكس سي بتساوي 1/2 باي اف سي. هنعوض، هنقول 1/2 باي ب22/7، والتردد 1000، وعندنا السعة 10 × 10^6. هيطلع لنا قيمة الاكس سي حوالي 15.9. طيب هنبدأ بقى نعوض، ان احنا نجيب الاي ماكس هتساوي الفي ماكس اللي هي قيمتها 5 × 15.9، هتطلع 3 أمبير. السؤال اللي بعده، باستخدام البيانات المدونة على الدايرة التي أمامك عايز النسبة بين اي 2 لاي 1. عندنا أكتر من بطارية، فاحنا هنستخدم نطبق كيرشوف. هنيجي عند النقطة دي اللي خارج منها 3 أسلاك، ونقول نطبق عليها القانون الأول، مجموع التيارات الداخلة بيساوي مجموع التيارات الخارج. اي 1 تيار داخل بيساوي التيار الخارج اللي هو اي 2 زائد اي 3. ادي كده معادلة. هاجي هنا اطبق على المسار دون قانون كيرشوف الثاني. هاجي على البطارية، اعمل سهم السالب الموجب، البطارية سهم السالب الموجب، وهعمل اي اتجاه للمسار ولنفترض مع عقارب الساعة، وهبدأ اكتب يساوي البطاريات اللي عندي، البطارية دي مع اتجاه المسار يبقى اجيبها بالموجب. طب والبطارية دي اتجاه عكس المسار يبقى اجيبها بالسالب. طيب ماشي، المقاومة دي ماشي فيها تيار، ايوه اي 2 اتجاهه معانا، لا مش معانا، يبقى سالب r اي 2. طيب المقاومة دي r ماشي فيها تيار قيمته كام؟ اي 3، اتجاهه مش ما اتجاهه معانا، يبقى موجب r اي 3. طيب في باتري ناقص في باتري هيبقى بصفر، يساوي سالب r اي 2 زائد r اي 3. هودي دي السالب دي الناحية التانية، يبقى r اي 2 بتساوي r اي 3. الار هتروح مع الار، يبقى انا استنتجت ايه؟ ان اي 2 بتساوي i 3. ارجع المعادلة دي، يبقى هقول الاي 1 بتساوي، ادي الاي 2، هشيل i 3 واكتب بدلها i 2، يطلع الناتج 2i2. يعني تطلع الاي 1 بتساوي 2i2. طب ما دي فرصة عشان اجيب النسبة، اي 2 على اي 1، يبقى اي 2 على اي 1 ما ترجعش فاضي، يبقى 1/2. يبقى الإجابة إيه؟ نص. ندور في الإجابات هنلاقي الاختيار رقم 3 إنها بنص. السؤال اللي بعده، يوضح الشكل مصدر متردد يعطي جهده اللحظي بالمعادلة الفي بيساوي 200 sin 100 باي تي. طيب أنا ممكن أستفاد إيه من الكلام دون؟ طبعا الفي بتساوي 200 sin 100 باي تي. لو انا جيت كتبت المعادله الاساسيه اللي هي الفي انست بتساوي في ماكس ساين سيتا، يبقى عرفت ان ال 200 دي هي الفي ماكس، يبقى الفي ماكس من المعادله دي ب 200. وعرفت ان السيتا بتساوي 100 باي تي. طيب ما السيتا عباره عن اوميجا تي بتساوي 100 باي تي. طب ما التي هتروح مع التي، وتبقى عندي الأوميجا بتساوي 100 باي. يبقى أنا عرفت الأوميجا بتساوي 100 باي، وعرفت إن الماكس بيساوي 200. طيب ما تيجي نجيب الإفكت بالمرة عشان التعامل فيه، هنا هنتعامل مع التيار إفكت. خلينا نجيب الفي إفكت. الفي إفكت بتساوي 200/2، الإفكت بيساوي الماكس على جذر 2. تمام، تعالوا بقى نكمل المسألة. اتصل بملف حاس اكس حاسه الذاتي ال عديم المقاومه الاوميه، فاذا علمت ان القيمه الفعاله لشده التيار المر بالدائره، يبقى انا جبت الفي افكت وعندي الاي افكت، هيقول لي عليها اهو الاي افكت بكام؟ ب2 امبير. تمام، فما التعديل الذي يجب اجراءه حتى تتضاعف القيمه الفعاله للتيار؟
هو عايز القيمة الفعالة للتيار تتضاعف، والإجابات الاختيارات عندي عايز يختار ملف معامل حاسه الذاتي كام. طيب انت دلوقتي بتقول لي ان عايز التيار يتضاعف، وعشان يتضاعف عايز تستخدم ملف معامل حاسه الذاتي بتسألني عليه. ايه علاقة التيار بمعامل حاسه الذاتي؟ ما هو انت عشان تخلي التيار يزداد للضعف يبقى عليك ان الاكس ال تقل للنصف، والاكس ال 2 باي اف ال. عشان الاكس ال تقل للنص لازم ال تقل للنص، عشان كده هو بيسألك على معامل حاسه الذاتي. طيب يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ يبقى احنا عايزين الملف اللي احنا بنستخدمينه في الدايرة نحاول نخلي معامل حاسه الذاتي له يقل للنص. وده ازاي؟ ان انا اجيب ملف تاني واوصله مع الملف الاولاني على التوازي. طيب عشان يقل للنص لازم يكون الملف اللي انا هجيبه على التوازي قده بالظبط، قده في ايه؟ في معامل حاسه الايه الذاتي. طب انا هو انا عارفه هو قيمته كام. يبقى الفكره هنا ان انا عايز اجيب معامل الحاسه الذاتي للملف حاليا. طيب ما تيجي كده نجيب الاكس ال الاول. الاكس ال بتساوي في افكت على الاي افكت. الفي افكت كام؟ 200 على جذر 2، وفي المقام اي افكت اللي هي 2. يطلع معايا الاكس ال في الحالة دي، الاكس ال هتطلع ب70 وسبعة من عشرة اوم. طيب ماشي، الاكس ال بتساوي اوميجا ال، والاكس ال احنا جبناها ب70 وسبعة من عشرة بتساوي اوميجا ال. يبقى انت لو عايزين تعرفوا ال نقسم 770 وسبعة من عشرة على الاوميجا. طيب ما احنا لسه قايلين الاوميجا باي 100 باي، يبقى هنشيل الاوميجا دي ونكتب 100 باي. ساعتها ال هتساوي 23%. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هستخدم ملف اخر هوصله على التوازي وتكون مفاعلته قد المفاعلة دي 23%. طيب ادور في الاختيارات هلاقي معايا ان وصل على التوازي. نضع ملف اخر حاسه 23% هنري على التوازي مع الملف اكس، يبقى الاختيار التاني.